انا عندي، انا دايما انا وزوجي في السيجار، اول ما بيخش البيت يقول اوف على طول، اوف اوف دي، فبحس ان في لحظه اتفعلت في البيت، فعايزه يعني عايزه حاجه تهدي الامور، وعايزه حاجه الاوضاع يفك الكرب ويفك الهم. ساعات بحس بكبت وبحس بقرف، بحس اول ما يقول اوف. انتوا متجوزين يعني بقالكم قد ايه يا سالو؟ بقالنا 11 سنه. 11 سنه. اول ما بيخش من البيت تقول اوف دي، بحس ان الدنيا انقلبت، واحس بضيق واحس بزهق واحس ان في لحظه في بركان انفجر في البيت. طب وهو اوف بعدها ايه؟ اوف من حاجه معينه يعني؟ اوف وبعدها بقى الخناق يبتدي بقى كل يعني في حاجه مضايقاه محدده فانت ما بتعمليهاش؟ لا والله، هو اول ما نخش اقول له طب قول سلام عليك وقول اي حاجه، ايه الشقه حر طب هنعمل ايه، هو الدنيا يعني هي الدنيا كده، طب اقول له ظروفنا على قدنا طب هنعمل ايه، اول ما اخش فانا بتضايق نفسيا وببقى متضايقه ببقى تعبانه جدا. وهو بره عامل ايه؟ هو بره عامل ايه مع الناس وكده؟ بيضحك وينبسط ويهزر واسمع ضحكته مع في التليفون مع اصحابه قد كده، اقول له طب ما انت بتعرف تضحك اهو، امال هنا مركب عبد القادر. يا سلوى يا استاذه سلوى، ايه مدى العلاقه الاسريه بينكم؟ يعني في تواصل مستمر بينكم ولا اوف دي مستمره؟ في بس لا اوف دي بقى له كام شهر على كده من ساعه ما تعبت وعييت، واوف دي ماسكها على طول. وانت عن عيتي جالك ايه؟ عندي فيروس سي. شفاك الله وعافاك. طيب ماشي يا سلام. مش عارفه اعمل، فانا مش عارفه اعمل ايه، وحاسس بضيقه وبحس بحس بان يعني ان انا مقصره، مع اني الحمد لله بعمل كل واجباتي الحمد لله. ماشي يا سلوى، شكرا ليك يا سلوى. خيب سلوى دلوقتي جوزها ده نعمل معاه ايه؟ هو يعني قضيه الاستاذه سلوى وضحت الان، لانها بتقول انها مريضه، فلما مرضت ما بقتش تهتم بيه بالقدر الذي كانت تقول لك عامله اللي عليا اهي. طيب ماشي، معلش برضه انا هقول اللي انا فهمته. طيب ما هو اذا كانت عامله اللي عليها يبقى الاجابه مزيد من انها تعمل اللي عليها، لو ما كانتش عامله اللي عليها يبقى تعمل اللي عليها. بس هو فكره اوف دي لما يقولها الراجل اول ما يخش البيت لها معنى ويفهمها الرجاله. على اي حال الفكره ببساطه الراجل بيقول انه ما بقاش يشعر باهتمام حضرتك الان زي زمان، فلو سمحتي حاولي تبذلي له الاهتمام الذي كنت تبذلينه له زمان. بس نقطة على السطر. طب والبيت الحر ده نعمل فيه ايه؟ يجيبه مروحة. هو يجيب مش هي. ماشي، هي تعمل ايه في الحر؟ ما بتجيبش حاجة، ما هي النفقة اصلا. ايوه هو يعمل، هو يجيب، هي تهتم وهو يجيب عشان الحر. هي اوف مش من الحر. قال لها البيت حر. ماشي، ما هو بيقول كده، لكن هو مش دي الاجابة الحقيقية. هو دلوقتي هو مش طايقها يعني؟ لا لا، الرجل عايز لما اوف دي يعني هو داخل مش طايق الست وبيقول لها اوف اوف، فحضرتك بتقول ايه؟ هو مش طايقك فانت حاولي كده ايه؟ انا ما قلتش هو مش طايقك يا فندم، انا قلت هي انا فهمت كده. طب ماشي، احنا بنوضح للساده المشاهدين انه الرجل لما يدخل البيت يقول اوف يبقى عايز اهتمام اكتر من زوجته. يعني مثلا عايز يدخل يلاقيها محضره غدا، لابسه كويس، متمكيجه، واخده بالها من نفسها، حاجات زي كده. فلما يخش يلاقي وجه حسن وابتسامه وكده يقوم يتبسط. مفيش واحده ست هيخش عليها زوجها وهي لابسه وجميله ومتشيكه ويبص في وشها ويقول لها اوف، يبقى مريض نفسيا بقى، ما خلاص هي ست عامله اللي عليها اهو. فهي دلوقتي ممكن تكون كانت بتعمل كده زمان ما بقتش تعمله دلوقتي، فهو مش عارف يعبر لها عن المعنى ده. وممكن يكون بيتحرق عليها في نفسه لانها مريضه مش عارف يعمل ايه، لكن هو في نفس الوقت مش عارف يكتم ما في قلبه من شوق اليها وعدم اكتراث منها او عدم اهتمام منها. انا بعمل اللي عليا. طيب ربنا يكرمك يا رب ويعينك وتعملي كل اللي عليكي ومزيد منه، لكن اوف دي معناها ابذلي كمان. يعني هو عايز حاجه تانية، يعني كل اللي انت بتعمليه ما وصلش لسه، في حته تانية هو مش واخد باله منها او عايز يشوفها اكتر منك، يعني في مزيد من التحسين. بس وهو ما عليهوش حاجه خالص؟ لا هو عليه، ما هو الراجل بره وينبسط ويخش يقول اوف للناس. لا ما هي ما هي ما اشتكتش منه، اللي متجوزه بقالها 11 سنه. طيب كويس، هي ما اشتكتش منه. طب نقول له كده، هي بس بتقول على كلمه اوف دي، يعني نقول له كده اوف دي لما تتقال في وش الست دي يعني ملهاش ذنب؟ ملوش ذنب، احنا عايزين نحل المشكله. معلهوش اي ذنب خالص؟ لا معلهوش، انا ما اعرفش هو عليه ذنب ولا معلهوش ذنب، بس هي الفكره كلها انه الزواج عباره عن شركه بين طرفين. ايوه احنا جالنا السؤال من طرف الاستاذه سلوى، بتقول جوزي بيقول اوف، فبنقول لها الاجابه يا استاذه سلوى الاهتمام، نقطه على السطر.
طب اديله كلمه، قول له ما تقولش اوف في وش مراتك يا استاذ، يا زوج الاستاذه سلوى ما تقولش اوف في وش مراتك عشان الاستاذ دعاء ما تبقاش متضايقه.